ما حكم بيع سلعة حالة بثمن مؤجل حيث أنني أشتري من البقالة وأقول له أعطيك الثمن في آخر الشهر؟ ما يخالف إذا باع عليك وأنظرت بالثمن إلى آخر الشهر إلى أنك تحصل الثمن تجيبه له ما في معنى. نعم. أحسن الله إليك. يقول السائل: هل الانتفاع بشحوم الميتة من غير بيع جائز؟ نعم، الرسول لم ينكر عليهم أنهم يستصبحون بها وأنهم يدهنون بها السفن، وإنما أنكر عليهم البيع. هذا قول. قول الثاني أن كلمة لا هو حرام يرجع إلى جميع الثلاثة، إلى الاستصباح وإلى الادهان وإلى البيع. هذا رأي بعض العلماء، ولكن الصحيح أنه راجع إلى الأخير، إلى البيع، أنه لا يجوز. نعم.